مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم في عدد جديد من مجلة في الصميم. موضوع اليوم يرتبط بمؤسسة تشتغل حول واقع تنظيم وتطوير النظم الغابوية بالمغرب. الأمر يتعلق بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. فما هي أهم برامجها؟ أقل من دقيقة. لمناقشة هذا الموضوع نستضيف السيد عبد العظيم الحفي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر. سيد المندوب، مساء الخير. أهلا وسهلا. أولا بغيت نهنئك باليوم العالمي للغابة اللي احتفلنا به مؤخرا. يوم عالمي يعني أصبحت المنظمة الدولية كتحتفل به، وهذا كيجعل الغابة أصبحت كتصدر الأجندة الدولية. نعم. نظرا للتحديات يعني المتعدده بما في ذلك التغيرات المناخيه. اكيد نناقشوا هذه المجموعه ديال المواضيع. اولا نتعرف عليك. انت حاصل على شهاده الدكتوراه في طب البيطره. بدات مسيرتك المهنيه بوزاره الفلاحه الى ان تم تعيينك كاتبا للدوله بنفس الوزاره. كما شغلت منصب سفير المغرب ببرلين، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، المندوب العام للدورة المقبلة للمؤتمر العالمي حول المناخ كوب 22 الذي سينعقد بمراكش. سيد المندوب مرحبا. بعد ما شفنا هذا الروبورتاج سيد المندوب السامي، واحد الملاحظة أساسية. أولا انتقلت في مدة وجيزة جدا من 2004 ل 2014 تقريبا، حددت ما يقارب 300 ألف هكتار، وصلت 98% من المساحة الإجمالية للملك الغابوي في المغرب. أولا سرعة كبيرة، واش عندها من تداعيات؟ خاصة على أن لاحظنا في بعض المناطق كانت هناك واحد مجموعة ديال الأشياء اللي مجموعة ديال الساكنة ما كانوش متفقين معكم في طريقة تحديد الملك الغابوي. هناك الكثير ما يقال في هذا الموضوع، لدرجة أن هناك لجنة استطلاعية أيضا من البرلمان كان لها مواقف، أيضا مجلس النواب بعض البرلمانيين كان لهم مواقف. واش كتعتقد على أن المقاربة التشاركية في تحديد الملك الغابوي واش كانت كاينة بالفعل؟ لا، بالنسبة للتحديد الإشكالية يعني واضحة. نعم. على أن التصميم أو الشارع ديال 2005-2014 ما بين الأهداف الرئيسية وهو التأمين ديال الملك الغابوي. علاش؟ لأن فقط أن الملك الغابوي كيرتكز على القرينة الغابوية، فكل ما كيمر الوقت إلا وإذا زولنا القرينة الغابوية. نعم. فتصبح الأرض يعني مفقودة بالنسبة للتراث الغابوي. ولماذا السرعة الكبيرة جدا وصلت لها في مدة وجيزة 98%، 2% فقط هي اللي باقي ما محفظهاش؟ السرعة كتنطلق من هدف واحد وهو أن ضرورة تأمين الملك الغابوي. السرعة بطبيعة الحال فهي سرعة يعني الوتيرة هي مهمة جدا، ولكن بدون الإخلال بالمساطر. يعني كل المساطر القانونية فهي محترمة، لا بالنسبة للإشهار، لا بالنسبة للمراحل. كان هناك ثلاثة ديال المراحل، كان التحديد المؤقت، التحديد النهائي، التصديق على التحديد. هاد المراحل كلها كتمشي عن طريق الإشهار، عن طريق التعرضات، فكل من له الحجة أو الوثائق التي تثبت الملكية ديالو إلا وأعطي له الحق ديالو. إذن هاد العملية كدار أساسا لتبسيط المساطر ديال التحفيظ للخواص. نعم. للنظم العقارية الأخرى. نعم. اللي كتحد مع الملك الغابوي. نعم. صحيح أننا في 2004 كانت عندنا تقريبا 13 ألف هكتار اللي كانت محفظة فقط، يعني في ظرف ما فوق تقريبا 100 سنة. وفي ظرف 10 سنوات فحفظنا تقريبا 3.5 ملايين ديال الهكتارات اللي هي محفظة، رغم أن الكل كيعرف ان العقار في المغرب فهو يعني عنده واحد الحساسيه خاصه. نعم. السؤال الاخر اللي بغيت نشير له هو ان كاين هناك خلط دائم ما بين حق الانتفاع اللي هو حق قانوني كيضمنه القانون لجميع الساكنه وجميع ذوي الحقوق والمنتفعين، وحق التملك. الغابه فهي ملك للدوله، وعندما نقول ملك للدوله فهي ملك للمغاربه كلهم. حق الانتفاع فهو للساكنه اللي تعيش داخل الغابه وحول الغابه. التحديد ديال الملك الغابوي كيضمن حق الانتفاع. نعم. بخلاف اذا كان الملك الغابوي تم الترامي عليه. نعم. فحق الانتفاع ديال الخواص كيسقط. نعم. كيسقط لانه تم التمليك ديالو. نعم. اذا فهذه ضمانه اضافيه لا تحد في اي شيء من حق الانتفاع. نعم. طيب ربما عندي واحد الملاحظه. اولا كنت سيد المندوب السامي، الاخبار اللي وصلتنا على انك كنت في منطقه بوعرفه شرق اقصى شرق المملكه، خاصه في منطقه معتركه، وعدتي الساكنه المحليه على انه
خاصة اللي تم تحفيظ الأراضي ديالهم حسب الرواية ديالهم على أنه سوف يكون هناك حل. لكن رغم ذلك لم نسمع لهذا الموضوع نقاشا آخر وتداعيات أخرى. بالنسبة للتحفيظ الوقت اللي كيكون التحفيظ ولا كيكون التصديق على ملك من الأملاك فهو يعني ثابت ولا رجعة فيها. نعم. يعني ما يكونش هناك خلط ما بين الوعود يعني اللي ما كيكون التصديق أو التحفيظ لا رجعة فيها. نعم. فيما يخص التحديد المؤقت ولا التحديد النهائي فكتبقى أبواب التعرضات كلها موجودة وإذا ثبت أن هناك الحجاج يعني اللي كتكون موجودة أو كان هناك ربما بعد خلاف اللي كيتم الحل ديالها عن طريق التراضي فهذا يعني وارد مفتوح. نعم. نعم. أما إذا كانت الأمور يعني حددت بصفة نهائية وتم التصديق عليها أو حفظت في انتهى الكلام قضي الأمر. طيب منطقة الشوكة أي تباها نفس الحالة بالضبط قريبا على أنه إن كانت عندها خصوصية خاصة ربما أعتقد على أنها هي المنطقة الشائكة عندكم لحد الآن. شنو الحلول اللي كتعتقد أو السيناريوهات المتوقعة لحل الإشكالية؟ أريد أن أؤكد نعم على أن التحديد الغابوي في هذه المنطقة هذه لا يمس في شيء الساكنة المحلية في حقوق انتفاعها. نعم. المشرع في بداية القرن الماضي أعطى لهذه الساكنة حقوق انتفاع موسعة أكبر بكثير من حقوق الانتفاع في المناطق الأخرى ديال المملكة. نعم. بحيث أنهم يمكن أن يقوموا بكل شيء الزراعة الحرث الرعي جني الثمار بكل شيء إلا شيء واحد اللي ممنوع عليهم والتملك وهو تغيير الصبغة الغابوية لاستعمالات أخرى بغي يدير شي لوتيسما ولا يدير شي حاجة. يعني هذا هو الفرق الوحيد ما بين التملك وحقوق الانتفاع.